الابديت متاعنا بالنسبة لليوم، وضعيات المتعلقة بجملة من الملفات والعقود، قدش عددهم تقريبا؟ أكثر من 170 متعاقد. واو. من أبار الناس اللي عندهم دي بريستاسيون دو سيرفيس كونتراتوات، معناتها في حدود 200-210 شخص معنيين بالوضعية التحدي، خلينا نقولوا نتاع اليوم مش سهل. التحدي نتاع اليوم 200 شخص وضعيتهم القانونية فيها إشكاليات في علاقة بالهيئة نتاع مكافحة الفساد اللي وقع إغلاقها من 2021، الناس اللي يخدموا فيها وضعيتهم فيها إشكاليات كبرى. بعد شوي حسين نشوفوه إذا كان لقانا حل لهم. تواصل معنا السيد المندوب، رجع عنا مندوب القيروان، المندوب الجهوي للطفولة بالقيروان صبري بحيبح، باش نحاولوا ناخذوه سريعا لأنه ما بقناش وقت. إذا ناخذوه سريعا على وضعية ولد الخمساش نسنة اللي كنا نحكيوا عليه في كلم المدير. السيد المندوب، إذا صبري بحيبح، إن شاء الله نهارك زين، صباحك فل سيدي. صباح الفل عليك وعلى السادة المستمعين. الله يخليك. العامل معك. الله يخليك. سيد المندوب، إذا حكاية ابن ال 15 سنة اللي توليت العناية بشؤونه وفي علاقة بأنه ما لقاش الكفيل متاعه لعائلته، حبينا نفهم شنو الوضعية بالضبط متاعه سي صبري. والله هو صغير توجه للمستشفى الجهوي بالقروان للعلاج من المرض المزمن. وحده مشى؟ طالب المدة، لا هو كان يقيم عند الجدة في معناتها في غياب رعاية من الأب والأم. أيوة. المطلقين معناتها، وللأم مغادرة تراب الوطن والبوم تزوج ومن ثانية. وكانت الجدة هي اللي متكفلة بشؤون نتاعه، الجدة اللي مش عليها تقدمت في السن وكبرت عليها المسؤولية بحكم عمرها والأمراض هذه عندها. أيوة. ما نجمتش تتواصل معاه وترافقه طيلة فترة إقامته في المستشفى. الشيء هذا خلنا نأخذه الكبير على أساس أنه فاقد مساند العائلة ويعتبر مهدد تهديد جدي. الأمر اللي خلينا ندخله بالبيت لعنص معه. واضح، يعني تدخل بالتكفل، يعني نقل، يعني تكفل به في واحد من مراكز رعاية الطفولة للوزارة. بالضبط، هو تم التنسيق مع أحد المؤسسات الرعاية بالجهة، ولقينا التجاوب الحقيقه فيسع، وكلفنا فريق عمل كامل. تعرف في حمزه هنا صغير مش يمشي للمؤسسه ديما لونتان، معناتها الفتره الاولى تكون سعيده. صحيح. لازم مع هو مريض معناتها مرض مزمن، مع التفكك الاسره اللي يعيش فيه، فما حاجه ما تحتاجش برشا اللي هو الجانب النفسي. صحيح. ويلزموا متابعه ومرافقه نفسيه، سامحني تكون لطيقه زاد معناتها تو مامون. بالضبط. باش نحاولوا اولا يكون استقباله في المؤسسه هذه معناتها يكون معناتها في حجم المأساه اللي يعيشها، يكون روتين المرافقه مستمره، تبين اثر التحري معناتها مع عوامل العمل الاجتماعي، خاطر قمنا بحث اجتماعي كان نهارين هذوما على وضعيه الزيت، تبين انه عنده اخته زاد سي حمزه. اي. عمرها 11 سنة. ايوه، شنو هي وضعيتها؟ تعاني من نفس التهديد، مش الصحي لكن العائلي والاجتماعي. 11 سنة ومنقطع، هذا هو منقطع عن الدراسة. يعني زوز ما يقراوش، نعرفوا من وقتاش سيد المندوب؟ عام. عندهم عام. عام، تفاقم الظروف الاجتماعية وتفاقم معناتها المشكل العائلي، وبعده بالكدا وقت على البولم. دونك ما لقاوش الجدة، يعني ديما نقول معناتها بالنسبة لعمرها وبالنسبة للوضعية الصحية والاجتماعية نتاعها ما نجموش معناتها. اي هذاك خاصة وانه عنده ابوه حي وموجود في ولاية أخرى. في مثل هذه الوضعيات سي صبري، المسؤولية نتاع الأولياء، هل يرتب القانون على هذا الإهمال بين ظفرين؟ هل يرتب عليه نتيجة؟ هو كما كنت تحكي، هو اهمال بين ومتواصل على منصه 20 من مجال حماية الطفل في القيام بشؤون الطفل. لهنا بعد نرجعوا للحكم اللي يكون فيه الحاضر، هذا الكل نحن توا سي حمزه اعتبرنا الطفلين دون سند عائلي، دونك وجوب التدخل يمكن حتى للبنيه 11 سنه، دونك يظهر لي هي معناتها في وضعيه حرجه بالكدا وتتطلب تدخل عاجل. كيف ارتأينا ان زوز اطفال يكونوا هما موضوع قرار قضائي، وجهنا للسيده قضيه توصل اللي كانت متعهده بالملف، وبالصدفه كانت الجلسه اليوم، مشينا الصباح حضرنا اتخذنا القرار بسرعه، نسقنا مع المؤسسه الرعايه هذه. ثم فريق عمل كامل جهزته السيده المديره نتاع المؤسسه، نسقنا مع وزاره الاشراف. فريق عمل كامل فيه شنو معناتها؟ فيه اخصائي اجتماعي، فيه الاخصائي النفسي، كل ما يهم مرافقه الطفل على المستوى النفسي والاجتماعي والصحي،
ومش يتم استصحابه للمؤسسه هذه، ومن بعد نشوفه في مرحله ثانيه معناتها رجعهم المقاعد الديره عشان نشوف شنو هو موقفه، خاصه تعرف توا هنا لازم ناخذ راي الطفل معناتها يلزمنا نشوفوا هم على الاقل حد هما معانا شويه ياخذوا راي ناخذوا رايهم نقترحوا عليهم حاجه وانتروا معناتها في كل الوقت الناس نشوفوا للعائله شوفوا وضعيه لهم في الخارج شنو هي معناتها متقرره مش متقرره باش ترجع بان طريقه خرجت مازال ما عندناش هذيك العائله الموسعه عائله الاب عائله العم دونك ديما الحل المؤسسات في حمد حتى في التمشي نتاع المشرع في المجال ديما الحل نتاع المؤسسه يخليه اخر حل صحيح ديما الحل الاولاني اعطاء الاولويه للعائله وما ادراك العائله بمفهومها الموسع الموسع معناها اذا تلزينا على غالب كبير في مستشفى ويلزم متابعه صحيه ويلزم ياكل ويشرب ويلزم البيت ويلزم نتهناو عليه يركح نفسانيا يتقر صحيا مثلا على صحته يرجع المقاعد الدراسه وقتها نجمو نشوفوا الحلول الملائمه. شكرا جزيلا سي صبري بحيبح على مداخلتك وشكرا على هذا المجهود اللي بذلتوه. صبري بحيبح المندوب الجهوي للطفوله بالقيروان، الصوره واضحه. شكرا جزيلا سيد شوكه. شفت سي المختار كما قلنا ذكرنا سي صبري بنقطه مهمه، قال لك لازم نشوفوا في قرار القضاء نتاع الطلاق الحضانه شكون خذاه، هذاك اللي هو باش يعتبر المسؤول الاول على اخذتها الام ولا اخذها البو، بعد مرتب على ذلك النتائج لانه هذا يعتبر اهمال بنص القانون معناها ما فيش شك. شكرا جزيلا للسي صبري بحيبه على كل هذه المعطيات. كلم المدير. سلاك الوحلين، جملة من الاتصالات اللي جاتنا من عند مجموعة من الموظفين أو الموظفين السابقين في هيئة مكافحة الفساد تحكي على وضعيتهم الغامضة لغير مفهومة من 2021. الهيئة تسكرت مقراتها وهما ما عرفوش شنو بالضبط اللي باش يعملوا في وضعيتهم القانونية. نسمع عدد منهم. احنا المتعاقدين مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نطالبوا بتسويه الوضعيه الماليه والاداريه نتاعنا، بما انه عن البلد نحبوا يسويوا لنا التغطيه الاجتماعيه، ونطالبوا بالرجوع للعمل بما انه الهيئه قاعده موجوده وقاعده تتصدى لها ميزانيه من 2021 حتى 2024. يعني بعشير ياسين في مصرف مستشار في الهيئه، احنا موظفين قمنا بعديد الوقفات الاحتجاجيه على خاطر مش معقول الايقاف التعسف اللي صار لنا على اساس جمعتين باش نرجعوا يا اخي ضربنا عامين قاعدين في الدار. المطالب الاساسيه هي الرجوع الى العمل، يلقاونا حل في الرجوع الى العمل. عندنا مستحقات ماليه بيان سور ما خديناهمش، ما عطاونا حتى قرار في سينا كان باش نشكيو معناها والا باش نقمر، ما مهمناش الحاله نتاعنا بالضبط، هي الوضعيه نتاعنا بالضبط. من جمعتين ايقاف الى عامين انتظار، شنو اللي لقيت حسان في هذه الوضعيه؟ اللي لقيناه هو ساعه اتصلت بمن يمثل الناس هذوما باش نزيدو نفهم من عندهم الوضعيه اعدادهم وشنو هي بالضبط المطالب نتاعهم. الشيء اللي كنت طلبني بها انه مثلا هما قداش من شخص معني بالامر هذا. اتصلت بوحده من الناس هذوما حنان المداغي اللي ناطقه باسم اطارات واعوان الهيئه وسالتها سؤال، انتم قداش من شخص معنيين بالوضعيه هذيا ولا متعاقدين مع الهيئه وعند كم توا عامين وانتم تستناوها؟ احنا 174 اطار وعاون متعاقدين، وفينا معناها عدد كبير فاتت مده التعاقد نتاعو الاربع سنوات. كنا مقسمين على زوز المقرات الرئيسيه الكل تعرفوهم اللي في بلفيدير وفي البحيره، و20 مكتب جهوي في كامل الولايات الجمهوريه. هذا هي العدد نتاع الناس هذوما. وكيف زدت سالت حتى من الناس اللي كانت تسير في الهيئه والا غيره، العدد يفوت ال 174 المتعاقدين، فما ناس اخرين اللي هما مثلا مستشارين قانونيين كيما محامين يتعاملوا مع الهيئه ولا ناس يخدموا في الهيئه في اما مش في الدوسيات الكلاسيكي. فوالا دونك دي بريستاسيون دو سيرفيس. اجمالا العدد يفوت ال 210 شخص. المطالب الماليه توا بالنسبه للناس هذوما المتعاقدين، شنو قداش فلوس اللي ما خلصوش فيها؟ قداش من شهر على شنو نحكيو بالضبط؟ وقداش نجم تكون المبالغ غذية؟ حنان المداغي تجاوبنا على السؤال. مستحقاتنا المالية تتمثل في شهر يعني خلاص 2021 وكيلكو بري،
المونطون سا ديبون كل واحد والسالير نتاعو، خاطر احنا من الفام دو ميناج حتى شي اللي كادر معناها. صح ما كناش نخلصوا برشا، معناها نجم يكون مونطون بين 700,000 دينار لحتى 2 ملايين. هذه هي المبالغ اللي نحكيوا عليها، تقريبا مش مبالغ كبيرة بالنسبة لكل شخص. كي تربع في 200 تولي برشا بالضبط. اما كي نحكيوا على فوالا دونك لا مش عامين. امين. مش عامين، نحكيو كان على عام 2021. نحكيو على عام 2021، مازلت لهم شهرية ومازلت لهم كيلكو بريم تاع العام هذاك فقط. 22 انتهت العقود نتاعهم. وهوني نقطة النزاع اللي باش نفسروها توا لهنا بالنسبة للناس اللي تسمع فينا. الكونتراتويت شنية هي؟ هي عقود محددة المدة، معناها دي كونترا سي دي دي، وبالتالي توفى بستة شهور زاد يصحوا، وبالتالي اخر عقود كانت تلزمها تجمع بين الهيئه والناس هذوما توفى في ديسمبر 2021. وقتها الهيئه من وقفت اشغالها في 20 اوت 2021 وقتها مغلق المقر الرئيسي نتاعها والمقرات نتاعها. دونك في قانونيا ما عندهمش علاقه تعاقديه مع الهيئه الا في حاله واحده، إذا تم الترسيم نتاعهم. على خاطر فما ناس تقول لك احنا خدمنا أكثر من 4 سنين وحسب مجلة الشغل المفروض يتم الترسيم نتاعنا. وهذه النقطة اللي طالبوا بها هو أنه يعاودوا يرجعوا يخدموهم وإلا لا، ما زالت مش واضحة على خاطر عمل الهيئة ما زال مش واضح كيفاش باش يرجع بنصيغة والناس هذوما باش يعاودوا يتم انتدابهم ولا. آخر حاجة زادة هي المطالب نتاع السي ان اس اس ولا الكوفرتور سوسيال، نحكي على التغطية الاجتماعية. قداش من تريميست؟ يا أخي تريميست الأخرى برك الزوز الاخرينين ولا اكثر من هذايا؟ نسمعوا بالضبط قداش عدد الثلاثيات اللي ماهيش خالصه في التغطيه الاجتماعيه نتاع الناس هذوما. بالنسبه للتغطيه الاجتماعيه احنا المتعاقدين يعني فينا اللي كما قلت لكم من سنوات طويله جينا نشوفوا الوضعيه نتاعنا نلقاو ما يصبوش علينا في السنوات الكل. مثلا انا خدمت 5 سنوات مع الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد، نلقى روحي 6 سنين الاخرى الاكثر من عام ونص، راني نحكي قبل ما تسكر الهيئه مش نحكي على توا، ماهوش من صابين عليا. معني نحكي على التغطية الاجتماعية حتى لنهاية 2021 مش على الفترة اللي من بعد. أكثر من عام ونص، نحكي على 6 تريميستات تقريبا مش خالصين في الحالة متاحة، ويبدو أنه في برشا حالات أخرين إذا مش كل الحالات. يعني حتى وقت الهيئة تخدم، حتى وقت الهيئة تخدم وما فما حتى مشكلة إلى آخره. دونك هذه مطالب الناس هذوما مع الترسيم، وهذاك جانب آخر قانوني مع الهيئة يمكن مازال معقد. بالنسبة للفلوس، للفلوس ما عنديش تصريح من مسؤول، لكن تمكنت من أني ناخذ بعض المعلومات من كواليس الهيئة. المعلومات تقول شنية الوضعية هذه بالضبط حمزة. بعد ما تم إيقاف الإطارات الكل من بينه حتى الناس اللي كانوا يخدموا في الشهري. حاجة أخرى، السيستم نتاع البي، النظام المعلوماتي ولا اللي على الأورديناتور اللي تخدموا به لي فيش دو بي نتاع الخلاص، عنده اون ليسونس. اش معناها اون ليسونس؟ معناها فترة تستخدم فيها أنت اللوجيسيال هذاك. بما أنه الهيئة سكرت الليسونس ما تخلصتش وما تجددش، وبالتالي توت ايتي بلوكي. كل شيء كان واقف وما عندهمش حتى لاكسي سيستم طاح على النظام. السيستم طايح. دونك وما فماش ناس باش تخدم الشهر. تم خلق يونيتي جديدة عندها توا بعض الأشهر اللي هي باش تعاود تخدم الكونتراتويت الشهري نتاع الناس هذوما، وتقريبا في آخر الصيف وفي شهر سبتمبر تخدموا الشهري سيبون. وتوا احنا في المرحلة الأخيرة، ومن هنا وعندي وعد من بعض الناس اللي مسؤولين عندهم علاقة بالهيئة، أنه من هنا الآخر شهر نوفمبر هذايا، من هنا آخر الجمعة هذه وأول الجمعة الجاية بداية ديسمبر ماكسيموم، باش يتم صرف المستحقات المالية نتاعهم الكل. نتاعهم الكل نتاع مش كان 174، حتى المستشارين والمتعاقدين بطرق أخرى. مبدئيا في 10 أيام باش يتم صرف الاعتمادات وصرف المستحقات المالية نتاعهم. ودايور فما شكون هكا من الناس اللي عندهم علاقة بالموضوع قال لي فما ناس راهو اللي كانوا يخدموا، مثلا اللي كانوا ياخذ قرض والكونت نتاعو تبلوكا خاطر ما خلصش القرض وامور مش ولا بد المالية، ويحب يصب في كونت عنده كونت اخر مثلا، راهو نجم يتصل بينا لتحيين المعلومات والكونت بونكير نتاعو. الكونت يمشي يصبوا له الفلوس اللي يسكر الكونت هذاك مثلا ما عادش يستعمل في كونت اخر. كيف كيف عندهم الجمعة هذه؟ يعني عندك مصدر رسمي يؤكد الحل باش يكون في 10 ايام والخلاص باش يكون في 10 ايام بالضبط، ويطالب الناس اللي عندها تحب تحين المعلومات نتاعها ولا يحب يخلص بشيك ولا غيره يتصل بالناس اللي يعرفوهم يخدموا في الهيئة. خلاصات العقود عندنا عليها جواب. شو خلصوا في كل
مستحقاتهم اللي بقات سي ان اس اس عنيش سي ان اس اس بعد جوست بعد لي سالير بتبيع تبو بعضهم بالضبط مواضيع ترسيم ومش ترسيم هذه هو النقطه المعقده شويه فيها أي. اشكال على خاطر يلزم يبدو انه الهيئه سكرت بقرار سياسي وبالتالي لازمها ترجع بالصيغه اللي باش ترجع بها هل انه توقف اعمالها نهائيا ويتم انشاء هيئه جديده وبعد بوتيتر تكون فما البريوريتي للناس هذوما اللي انتدابهم مرسمين ولا مش مرسمين هذا يمكن يعني ما فماش جواب ما فماش ما فماش ومن الجانب القانوني يمكن اذا يحبوا ينازعوا الدوله في الجانب هذا انهم يتلجؤوا للقضاء يقولوا لهم رانا ما عندي حتى وثيقه قالوا ما عندنا حتى قرار هما ما عندهم هما لكن يقول لك عندك عقود استمدت امتدت اكثر من 4 سنين في مجله الشغل نجم تطالب بالترسيم واضح فهمتك من منطلق هذه تنجم تمشي للمحكمه اذا عندك تعليق سريع مختار تفضل تعليق سريع فقط على الهيئه بعد المعلومات المهمه اللي ذكرها حسين الان الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد اللي هي كانت جات ورثت اللجنه الوطنيه لتقصي الحقائق عن الفساد والرشوه اللي تم تاسيسها في نوفمبر 2011 جات من بعد الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد قبل ما كان معتبر ان باش تجي الهيئه الدستوريه اللي هي هيئه دائمة. الحوكمه الرشيده الهيئه الدائمه حسب دستور 2014 المهم عام 2020 يتم اقاله رئيس الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد شوقي طبيب 2020 اقاله الياس الفخفاخ عام 2020 ثم تداول على الهيئه زوز او ثلاثه رؤساء بما فيهم كاتب عام للهيئه ما حصل هو التالي انه اغلاق الهيئه الوطنيه لمكافحه الفساد بعد 25 جويلي 2021 بالتحديد نهار 21 اوت 2021 تم بقرار شفاهي من رئيس الجمهورية ليس هناك نص مكتوب يخص غلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اللي فيها ذكرها حسان قرابة 200 عون على 3 أصناف الصنف الأولاني المتعاقدين هذوما كونتراكتيفيتي والصنف الثاني الملحقين من رئاسة الحكومة خاصة وهذوما عادوا إلى أعمالهم السابقة والصنف الثالث المستشارين اللي خذوهم بعقود هما أيضا تبقينا كل شيء يتوقف بقرار شفوي التساؤل هو التالي مقرات الهيئة زوز مقرات مقر في الطيب المهيري قبالة بلفيدير مقر في البحيرة هذوما إلى حد الآن مازالوا متلتلين بالملفات وبالخدمة متاعهم والتسويق جاري مبدئيا جاري هما. طبعا ميزانية ترصد طبعا المقرات الجهوية تم فسخ العقود متاعها الجهوية تم فسخ العقود متاعها بمعنى رجعت لأصحابها أما هذوما مازالوا السيارات متاع الهيئة بالعشرات موجودة في البهو تحت الأرضي في البحيرة طبعا دون صيانة منذ سنة واش باش ترحى باقي الاملاك المصادره اللي حكينا عليها المده انه كل شيء يترك ويتبرك ولفائده من يحصل كل هذا غريب اختم حسين بارونتيز صغير في خص الهيئه يخص المبلغين على الفساد نتفكروا مليح برشا ناس كانت تبلغ على الفساد وكل واللي بعد اغلاق الهيئه الناس اللي كانت تبلغ تعرضت لبرشا هرسله من الناس اللي بلغوا عليهم شكرا جزيلا حسين راجعين بعد الفاصل